السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة من خلال الفيديو بتاع النهاردة جايب لكم الإصدار الرابع من البلوستاك. طبعا برنامج البلوستاك برنامج شهير جدا، برنامج تقدر تثبته على جهازك الكمبيوتر أو جهازك اللابتوب، ومن خلال البرنامج ده تقدر تشغل جميع ألعاب وبرامج الأندرويد، سواء كان واتس سواء كان انستجرام أو غيره من الألعاب زي كلاش اوف كلانس زي بوم بيتش وغيره من الالعاب اللي انت محتاج انك تلعبها عن طريق جهازك الكمبيوتر او جهازك اللابتوب. فالبرنامج ده طبعا زي ما شايفين بيقول لك انه نسخه سريعه جدا، فالحقيقه انا لسه ما جربتهاش، ولكن حبيت ان اشارك معاكم النسخه الرابعه دي بالذات علشان نعرف هل بالفعل ان النسخه دي اسرع من النسخه الثالثه اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو سابق. يلا نشوف مع بعض. طبعا في البدايه احنا محتاجين اننا نحمل البرنامج او الاصدار الرابع من البلوستاك من الموقع الرسمي اللي هو www.bluestack.com. طبعا دلوقتي هندخل على الموقع الرسمي زي ما شايفين اهو www.bluestack.com، ده الموقع الرسمي اللي انت هتقدر تحمل منه الاصدار الرابع من نسخة البلوستاك، الاصدار الرابع من برنامج البلوستاك. بعد ما تدخل على الموقع مباشرة بتلاقي زي ما شايفين بالاسفل هنا الايقونة بتاعة تحميل البرنامج اللي هو البلوستاك، وهنا بيقول لك فيرجن 4. كل اللي عليك انك بتضغط هنا على تحميل بلوستاك، بعد كده هنا بتضغط على تحميل مره تانية، بعد كده بيبدا التحميل معاك زي ما شايفين بالطريقه دي. طبعا النسخه دي الحجم بتاعها 406، الاصدار الرابع من البرنامج الحجم 406 ميجا، فطبعا انت هتنتظر لحد ما يتم التحميل ونرجع لكم مره تانية. اهلا بكم مره تانية، ورجعنا لكم بعد ما تم تحميل البرنامج، ودلوقتي هنبدا في تثبيت البرنامج. طبعا كل اللي عليك انك بعد ما تحمل البرنامج بتضغط عليه دبل كليك. طبعا هنا زي ما شايفين بلوستاك 4 اللي هو الاصدار الرابع، هنا بتضغط على انستول ناو وبتنتظر لحد ما يتم التثبيت. هو دلوقتي بيعمل استخراج للملفات زي ما شايفين هنا بالاسفل بيقول لك اكستراكتنج فايلز، بيعمل استخراج للملفات، فطبعا كل اللي عليك انك بتنتظر. تمام، دلوقتي الحمد لله تم تثبيت البرنامج بنجاح ومفيش اي مشاكل. دلوقتي كل اللي عليك انك بتضغط هنا على كومبليت. طبعا هنا كل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يتم تحميل الشريط اللي بالاسفل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كل اللي عليك انك بتضغط على continue anyway، بعد كده هنا بتختار لغه السيتاب، اللغه اللي انت محتاج البرنامج يكون بيها سواء بالعربي او بالانجلش. هنا بنختار اللغه العربيه، طبعا اللغه العربيه والدوله مصر، هختار مصر هنا، وبعد كده بنضغط لنبدا او get start. بتنتظر. هنا كل اللي عليك انك بتثبت بحسابك الجيميل او جوجل، لو انت معاك ايميل بتسجل بيه، لو مش معاك تضغط هنا على انشاء حساب. احنا دلوقتي هنسجل بيه الحساب بتاعنا، بعد كده بتدخل كلمة السر هنا، وبعد كده بتضغط على التالي. طبعا دلوقتي كل اللي عليك انك بتوافق على الشروط اللي انت شايفينها دي، بتضغط على اوافق وبتنتظر. تمام يا شباب، دلوقتي ثبتنا البرنامج بتاعنا بطريقة بسيطة، والشرح كان مبسط جدا علشان الناس ما يكونش عندها مشاكل في التثبيت. ودلوقتي هستعرض لكم البرنامج بطريقة سريعة علشان الكل يكون فاهم نظام البرنامج. هنا بالنسبه للاب سيستم هتلاقي هنا نظام التطبيقات، بتلاقي طبعا هنا الاعدادات، بتلاقي هنا براوزر المتصفح، بتلاقي هنا الكاميرا، بتلاقي هنا الجوجل بلاي جيمز علشان تحفظ التقدم بتاعك في الالعاب، وهنا الميديا مانجر زي الجاليري وزي الاب ميديا يكون ضايفها، زي الفيديو زي الاوديو اللي هو الصوت والفيديوهات، وبتلاقي هنا الصور، وبتلاقي هنا الاب ميديا زي الميوزك والكلام ده. هنا بتلاقي اللي هو الاب سنتر اللي هو مركز التطبيقات. زي ما شايفين هنا في الاب سنتر بتلاقي جميع التطبيقات اللي انت محتاجها، بتقدر تثبتها او تحملها من هنا. وفي طبعا هنا متجر جوجل بلاي، تقدر تدخل على متجر جوجل بلاي، وهنا في المتجر هتلاقي جميع التطبيقات اللي انت محتاجها، او تقدر تبحث عن اي تطبيق او اي لعبه من خلال البحث اللي هو موجود في المتجر، وبعد كده بتضغط على انستول اللي هو انك بتثبت اللعبه او بتحملها
من خلال المتجر. بعد كده الليفل اب اللي هو مستواك في البلو ستاك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في متجر وفي نقاط اللي هو نقاط البلو ستاك، من خلال النقاط دي بتقدر تشتري بيها منتجات داخل البرنامج. زي ما شايفين هنا دي بعض المنتجات اللي انت تقدر تشتري بيها عن طريق البلو ستاك بوينت اللي هي نقاط البلو ستاك. زي ما شايفين كده هنا في بعض السمات اللي انت تقدر تشتريها. على سبيل المثال محتاج انك تشتري السيم ده، بتضغط على السيم ده مقابل 900 نقطة. انا دلوقتي عندي 1100 نقطة. لو انا ضغطت هنا زي ما شايفين انا دلوقتي هشتري اللي هو السيم ده من خلال النقاط اللي انا اشتريتها. طبعا انا اشتريتها وهم عطوني نقاط اضافية زي ما شايفين كده، يعني الموضوع بسيط جدا. دلوقتي طبعا هيتغير السيم بتاع البرنامج وهيترقى المستوى بتاعي. يعني زي ما شايفين هنا لما انا اشتريت السيم الوضع اتغير، او شكل البرنامج زي ما شايفينه اتغير لي السيم ده، وهكذا. بتلاقي طبعا في نقاط كتير. طيب النقاط دي هحصل عليها ازاي؟ طبعا وفي سؤال جاني على النقاط دي، النقاط دي هستخدمها في ايه؟ وطبعا موجود في الموقع الرسمي ايه هي نقاط البلو ستاك، وطبعا بتجيبها ازاي. زي ما شايفين هنا في سؤال تاني، كيف اكسب نقاط بلو ستاك؟ وهنا بيقول لك لما بتشغل البرنامج او بتثبت تطبيقات جديدة يصل الى تطبيق او تطبيقين يوميا، او بتلعب لعبة او لعبتين، او بتشتري عمليات شراء داخل البرنامج، وهكذا. يعني تقدر تقرأ الموضوع كامل على النقاط البلو ستاك وهو الحاجات اللي انت تقدر تشتريها. عرفنا دلوقتي ان الحاجات دي كلها تقدر تشتريها بنقاط البلو ستاك اللي انت شايفينها، زي السمات، وزي هنا في ماوس جيمر، وهنا بتلاقي في تشيرت، وفي بتلاقي بعض المنتجات اللي هي موجودة في المتجر او في البرنامج نفسه، مش موجودة في اي حاجة تانية. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. في النهاية ما تبخلوش علينا باشتراك في القناة، لايك للفيديو، وما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك علشان يستفيدوا من الفيديو. اي استفسار تقدر تكتبه اسفل الفيديو في كومنت، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. وانتظرونا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.